فهري يبغى اغنيته حقتها انت الشيخ اول انت اللي تقدم شيخ قدم لنا قدم لنا خصم 200 ريال رصيدي لأني إذا دعيتك تسمع الكلام وتترك كل اللي فاتك بسرعة الصوت مش واضح الصوت مش واضح؟ لا والله ارفع اسمك بصوتي ارفع اسمك خلاص الحين تمام الكل موجود؟ ان شاء الله اللي صار الاسبوع هذا غير طبيعي التهاون بالخروج وعدم النضباط والتحايل على النظام تحسبون أنه بيمر بهو الكرام لا أنا جاي هنا أضبط الوضع مثل ما قلت سابقا كل متطاول سيردع وكل مخالف سيعاقب الأحداث اللي قاعدة تصير الحين ما هي رافعة راح أكثر من نصف البرنامج وما زال في شخص يبحث عن الهوى وما
وما زال في شخص يتطاول، وما زال في شخص يخالف القوانين، لكن بالعقاب الصارم راح تنضبط الأمور. والجميع كائنا من كان سيرتدي. سالم الشمري وأنس، بس في خروجكم الأخير استعدتوا؟ وين كنتوا تبون تروحون؟ لما طلعنا كنا مستاذرين نروح نجيب أغراض للبلدية. أنا رئيس البلدية، أنت ولا سالم؟ أنا رئيس البلدية. خل سالم يتكلم. في البداية مثل ما قال أنس كنا طالعين نجيب أغراض تخص البلدية. طلعنا ما حصلنا بعض الأغراض واضطرينا ننتظر، ودخلنا بعض المحلات ولا حصلنا، وتوجهنا للمول مثل ما شفتوا. ما عندك مرجع تكلمه؟ احنا مستاذنين. ولا قدحة؟ لا لا ما هي قدحة، لكن احنا مستاذنين. استاذنا. كانت الخطة واضحة يا سالم. الخطة واضحة وكل شيء واضح. القدحات ما هي. إذا تسمح لي أتكلم. ما اسمح لي تتكلم. بالنسبة لطلعة المول طلعنا على شارع. سالم الشمري وأنا اسمي مساعد. أقسم عليهم يا شباب. سالم ما له ذنب، أنا اللي 1000 ريال رصيدي لكل واحد. سالم ما له ذنب، ارجع مكانك. أنا قلت لسالم ارجع مكانك. احنا رايحين، ما سمحت لك تتكلم، ارجع مكانك. محمد الدوسري، فيصل الطيري، كم سمح لكم بالخروج لمدة كم؟ 24 ساعة. من أبو عبد الله وبيض الله وجهه يشكر. أنت لازم تصر على كذبك. ما كذبت وحاشا لله، الصدق من جو الكذب راس العجل. أمس ما ناقشك أبو عبد الله؟ ناقشته وقال مدي خروجك 24 ساعة، واللي يقوله أبو عبد الله. لا ما كنا وحملنا ساعة. كان موعدك ان فيصل المطيري يخرج معك؟ نعم. علشانك ما تدلف الرياض، مقابل انك ترجع انت وفيصل المطيري الساعة 11 الصباح. الله جل جلاله يعذر النايم عن الصلاة، فنا نمنا وبيض الله وجهه وعطانا طلبته. الله يعذر وانت نمت الحين ولا سمح لك سعود؟ أنا أقول اللخبطة في القرارات هذه واللخبطة في الاستجوابات والكلام. أنا أقول الصحيح يا محمد الدوسري، والله أنا أعطاني 24 ساعة، وإن كان 11 الضحى، إن كان العتب على سمعي ولا أنا راقدي، واللي مثله يعذر ويقدر، وعطاني وجه في القرارات هذه، عطاني طلبته. التراجع في القرارات واللخبطة في الكلام هذا يعجبني، فلذلك خصم 2000 ريال رصيدي على محمد الدوسري وفيصل المطيري. أنا دقيقة أنا ما أدري، سمحت لك تتكلم؟ سمحت لك تتكلم أو لا؟ دقيقة طيب، سمحت لك تتكلم أو لا؟ تناقش مع سعود وسعود يدري. أنا سؤال ما... شغل ماتك أول شيء. أبو عبد الله عطانا طلبتنا وإن شاء الله ما تكون ناقصة، وبيض الله وجهه وإن شاء الله أنا رأي حق وإنصاف. لازم تسمعني. أبو عبد الله رأي حق وإنصاف، وبإذن الله أنا ما يقصر. تفضل يا أخي. لازم تسمعني، أنا إنسان ما أدري إن الرجوع إلى 11 الظهر. مايكك طافي. بطارية. خصم 2000 ريال على محمد الدوسري وخصم 2000 ريال على فيصل المطيري. خوارزميتك تدري اني انا ما ادري. كيف ما تدري؟ ما ادري ان الخروج كيف يعني. ما تدري؟ ما تسأل خويك اللي مطالع على شانك؟ ما ادري، انا مقابل سعود في المكتب ما قال لي انك ترجع 11. ليه خويك ما علمك يا فيصل؟ انا قلت له 24 ساعة مثل ما عطاني كلمته ابو عبد الله، إن كان قال 11 الضحى والله العتب على سمعي. نعم. ما
مالف ولا دور. أنا أقول إذا يتحمل محمد الدوسري فوق الألفين اللي تم خصمها، يثبت الخصم على فيصل مطيري 2000 ريال لإهماله، ومحمد الدوسري 4000 ريال رصيدي. لا 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 لا، ارجع مكانك إن شاء الله. أنا ارجع مكانك، في تراجع، ارجع مكانك. إذا ما في أحد يتكلم إلا بإذن، وليصدق معي لو كنت صادق معي كان أخذ القرار مسلكه، لكنك تكذب علي الآن وتكذب على سعود وتكذب على الإدارة، هذا ما أقبل معك. محمد عدلبك، من سمح لك تجيب عربة الشاهي؟ عربة الشاهي قد تكلمت فيها قبل. أنا يا شباب، أنا ما سألتك متى تكلمت فيها. بعلمك، تكلمت فيها قبل. أنا ما سألتك البارحة العصر. سألتك من يسمح لك تجيب عربة الشاي. أمس العصر جيت عند سعود أبا أكلمه، قال روحي من دلبجي اللي أنت بغيت، ما خلاني أفوض وش أعلمه اللي بجيب. رحت شفتها وأنا قد علمت قبل. تفتح عربة الشاي؟ لا ما سمح، لو دورة سمح، لو عرف إني بجيبها سمح. يعني ما قال لك؟ أنا أبا أكلمه قال روح اللي تبغي تم بدون ما أعلمه وش أقول. يتم تقفيل عربة الشاي الآن. ليه؟ راح قفلها الآن يا محمد. يا أخي توني فاتحها تجي تقفلها. الآن روح قفلها يا محمد. البقالة هتقفل. الآن قفلها وتعال. تقدر تستأذن من تفتيحها؟ افتحها؟ استأذن. استأذن منكم سعود ومن الإدارة كامل. الآن استأذن مني. لو سمحت أبغى افتح الشاي. تفضل روح افتح العربة. اسمح لمحمد آل دلبج بمزاولة مهنة بيع الشاي داخل القرية بدون رصيد. تستاهل، شوف الله يسعدك، شوف تستاهل. يقول بدون بلعلك بلعوت، ويحط لك يا محمد تبيع على الطاقم وعلى المتسابقين. اي والله وجهك، لان هذه فكره جيده. هذا الاحترام، ما شاء الله، والشاهي يستاهل. احنا ندعم كل افكار ابداعيه و20% تجيبها. اي والله وجهك، والله كان كل مطر عقب الحج. اي والله وجهك. قبل حدي
محمد. هلا. وش قلت قبل تروح قبل شوي؟ أقول كان كل مطر عقب العج. من تقصد بالعج؟ يعني أنا؟ أنت تقول كان كل مطر، ما أقول كان كل عج. نقفلها مرة ثانية؟ لا والله أنا عايز من مرة حصابها. العج من؟ أنا العج. ما منه شر إن شاء الله. محمد الدلبج هو الشخص الوحيد اللي استطاع أن يضحكني، فلذلك 300 درجة. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. ارجع مكانك. بيض الله وجهك. حمزة. يوسف المزروعي. أمس اشتكيت من 3 أسابيع الخط الدولي مغلق، صحيح؟ نعم. قبل 9 أيام من اليوم، يوم كانت الكابينة مع عبد الله الجعيداني، كنت تتكلم، صح ولا لا؟ مش 9 أيام. عبد الله الجعيداني الكلام هذا صحيح؟ في فترتي كان يكلم، في فترتي الأولى. انتهى النقاش. إذا كان الخط الدولي مفتوح يا يوسف. تكلمت في فترة عبد الله. والأسبوع اللي بعده كان مفتوح أيضا. لا. الفترة الأولى بس 4 أيام. الأسبوع اللي بعده كانت الكابينة مقفلة، لكن قبل 9 أيام من الآن كان الخط الدولي مفتوح. اتجهت وادعيت المظلومية وقمت تضلل الناس، لذلك يحرم يوسف المزروعي من الكابينة نهائيا. كانت كلام. وفي حال تواطؤ أي مالك مع يوسف المزروعي يتم سحب الكابينة منه. لا مش على كيفك. نقطة آخر السطر. تفضل ارجع مكانك. والله ما رجعت. تفضل. لا لا وقف 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 وقف. من أبسط حقوقي إني أنا أكلم أهلي، مش أنت اللي تحرمني من أهلي. إذا أنت ما فيك إحساس مجمع لي من سكراب، هذه مشكلتك. يوسف. لكن إحنا أوادم. يوسف أنا اللي أقرر هنا. أنت اللي تقرر، لكن ما تقرر إنك تمنعني من إن أنا أتواصل مع أهلي. ما راح تتكلم ولا راح تستخدم هذه الكابينة مرة ثانية. اتفضل ارجع مكانك. ما بستخدم الكابينة، سلمني جوالك اليوم أتواصل ويا أهلي. مش تحرمني من أهلي. لا 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 يا جماعة الخير، ما يستوي. لا 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 الحق حق. كلكم تقدروا تتواصلوا ويا أهلكم. خصم 2000 ريال رصيدي على يوسف. سجلها 4000. وأنا والله العظيم لا تواصلوا وياها غصبا عنكم. مش انتوا اللي تحرموني من أهلي. لا مش انت. يتم ترحيل يوسف المزروعي إلى البايت. مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا. طال عمرك أنا من... وقف شوية. وقف شوية. وقف. وقف. أنا من بلاد طال عمرك إشعارها سيفين وخنجر. والله أنا ما تخلي ولدها. والله ما تخلي ولدها. يوسف. يوسف. عذب الشيطان. خلوني. أرجع. أرجع أنت وياه. اشخ يخوفني من الابراج. والله العظيم من نافه. اشخ طيب صوت يوسف، ما ابغى اسمع صوته. انا هنا صاحب القرار وصاحب السلطه الاولى والاخيره، ولا في اي شخص يطاول على قراراتي. مثل ما قلت، ان كل متطاول راح يرجع. يا محمد تعيم. من نفتح القهوة. هلا يبا. انت سمح لك وجبتين يوميا من قبل محمد الشهري، صحيح ولا لا؟ لا مو صحيح. امس صدر القرار. صدر القرار. أم صدر القرار؟ صدر القرار. هو قال لك براحتك. صدر القرار لأنك ما فهمت المكافأة. هو قال لك تم توضيح القرار ليلة البارحة. تم توضيح شيء ثاني. انتهى النقاش. جيت لكلام اليوم. حلو.
وأنكرت أنك تبيع المشروبات اللي داخلها. إيه ما قبضت ولا فلس، والله العظيم ما قبضت ولا فلس بيع المشروبات. يعني ما بعت أبدا؟ لا لحد الحين ما بعت، بس المشروبات موجودة. محمد كلام واضح، مشروبات موجودة ما بعت. جيت ببيع للفهري بس لحد الحين ما تمت البيع. حمضيات ردها لي ثاني مرة. هذا شغلوا لي مقطع يا محمد دايم. وين يشغلونه يا اخي؟ وارفعوا لي الصوت. انا موظف اشتري كامل. حسد العرض الكويس. انا موظف اشتري كامل. حسد العرض. هذا مقطع الان طلع امام الجمهور يثبت انك انت قاعد تبيع. طيب سوق سودا لذلك سامحين انتم سوق سودا سامحين ولا لا؟ ما خالفت قانون سوق سودا لذلك. لذلك يا تسحب الوجبات المجانية من محمد دايلم. اوكي تمام ديل. ويدفع قيمة جميع المشروبات اللي اخذها. ادفع ليش ادفع؟ الحين مو رابح انا. لو سمحت انا قايل ناديني ايش دعوة جريندايزر؟ انا قايل بتفتح لي قهوتي الحين. جائزة غير موضحة وضحناها لك، ومع ذلك انكرت. ما انكر النية موجودة، النية موجودة، قاعد اقول لك النية موجودة، بس اني ما بعت، ما اخذت منها فلوس. ارجع مكانك. محمد السريعي. انا ما راح اناقشك في التصرف اللي انت سويته. ناقشني. لانه تصرف اعن. سم. حاب اقول لك القرار اللي بتاخذه لك اخصم على محمد السريعي 10,000 ريال رصيدي وسحب اخر حصانه من البرايم. أنا طلعت رصيد المتبقي من حصاناتك 5 حصانات، وفي حال تكرارك لهذه المخالفة سيتم سحب جميع الحصانات. ارجع مكانك. أنا طلعت وهذا حق. ارجع مكانك. خلني أبرر. طلع تبرر؟ هل تصرفت يحتمل تبرير؟ أنا طلعت من فقرة المغري ما طلعت. ارجع مكانك. والله توقعت انك بتقول ارجع من دون اي عقاب. ارجع مكانك. ما هي بالطريقه هذه تتخذ القرارات. اي متسابق له حق يراجع الاداره يضمنون له حق. ما هي بهالطريقه. ان فيه اداره وفيه عدل وكل متسابق راح ياخذ حقه وكل مخالف راح يرجع. ربيع تسمعني؟ أسمعك. جزاء خروجك من السجن بعد مسابقة الشهري قبل يومين يخصم منك 1,000 ريال رصيدي. عواقي. أتمنى الانضباط في القرية وأتمنى منكم أنكم ما تكررون هذه المخالفات وأتمنى أن دخولي القادمة